يواصل البطريرك يوحنا العاشر يزجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس جولاته الميدانية. فبعد اللاذقية حل البطريرك يزجي ضيفا عزيزا على قرية المتن الساحلي في محافظة طرطوس. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. استقبال جماهيري حاشد وكبير لغبطة البطريرك يوحنا العاشر يزجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أثناء زيارته لقرية متن الساحل في ريف طرطوس، حيث ترأس غبطته قداسا إلهيا في كنيسة القديسين بطرس وبولس وسط حالة من المحبة والأمل بعودة السلام لكل سوريا. الله يحميكم جميعا ويحمي البلد وهالبلد اللي أبنائها دوما بحبوها واللي طول عمرها بتقدم تفتي بلدها بدمها. ومنقول اليوم لكل أبنائنا، لكل أحبتنا، لكل إخوتنا بسوريا أن نضل متمسكين بهالرجاء وبهالمحبة وبهالقيم اللي نحن ربينا عليها، وهيك رحمة الرب بتشملنا وهيك بيكون السلام دوما بقلوبنا. وأشار البطريرك يزجي في كلمته إلى أن المحبة ليست بالقول وإنما بالفعل والعطاء والتسامح، وأشاد بعمق النسيج السوري ووحدته رغم الظروف التي يمر بها الوطن، ودعا إلى التكاتف لأجل استقبال وحماية من هجرهم الإرهاب من بيوتهم وتقديم جميع أنواع المساعدة لهم. زيارة غبطة البطرق بهالظروف هيدي الخاصة اللي عم يمر فيها البلد لها كثير أهمية، هي رسالة محبة، رسالة سلام، رسالة حياة، أنه الشعب نحن محب للحياة، محب للسلام، شعب حي لا يموت. فرح شعبي كبير بزيارة غبطة البطريرك، وتأكيد من جميع الأهالي على أهمية الزيارة ورمزيتها. رسائل محبة وسلام حملها البطريرك يزجي في زيارته الأولى إلى محافظة طرطوس، والتي تستمر حتى منتصف آب القادم. لأخبار الدنيا الفضائية، علي الكنج، طرطوس.